وصلنا التوك توك لحد نابلس يعني، ومشينا قصدرنا احنا والاغراض وهالاطفال، ومشينا لحد الحاجز يعني، وشفنا اليهود ووقفونا وخلونا نسيب الاغراض، ومسكوا جوزي قالوا له تعال عنا وانتوا امشوا ضلكم قاصدين، ووقفونا في نتفه وشلحوا جاكيت وشلحوا اواعي، صار يفتشوا فيه. قعد تقريبا ساعه عندهم، وقعدوا بيجي ساعه يحققوا معاه، ومش عارفه ايش كانوا يعملوا معاه بالضبط. فمشينا قالنا ضلكم ماشيين يعني على التعليمات، ضلنا ماشيين معاهم يعني ذل بذل كلها. قعدنا بيجي ثلث ساعه واحنا واقفين، بعد ثلث ساعه اللي هو سابوا جوزي وقالوا له خلص يعني امشي وخذ الاغراض معك. احنا من غزه يعني مش صابره، احنا طلعنا من الوضع السيء والمعاناه اللي احنا فيها. نحمل نطلع من غير موعي واجري، واحنا بنجري جرينا على خط واحد هو البحر شارع الرشيد، صرنا نجري زي ما زي الناس، نجري ونمشي نمشي، وصرت نخفق روسنا والقصف والهادا والاولاد من الرعب كلهم بالكراتيك، والحمد لله وصلنا سالمين بكف الجول. حشيش بنوك الغاد، عشب عشب الارض، عشب الارض بنوك القاعدين، قصف وحوف 16 ومدفعيه وزنانات، واحنا نقول نستنى الصبح يطلع. ومرقنا عن الحاجز عن الطريق اللي حكوا عنها الجيش شارع الرشيد، ورفعنا ايدينا وحملنا الرايه البيضاء لحد ما وصلنا هنا في الامان. من التنتين في الليل وقذائف وطخ والكواكارتر طخطخ في الحيطان وفي الدور عشوائي يعني، طول الليل ما كنت لحد الصبح يعني، صحينا على 8 على 9 ولو جهزنا امورنا وطلعنا. وصلنا من 8:30 9 واحنا هنا في الطريق بنمشي.